جزاكم الله بالخير يا الربع. الله يديم جامعاتكم ولا يفرقكم في المجلس العامر هذا والمكان الطيب هذا. عندي لكم راي. الله سبحانه وتعالى في نص شعبان يغفر لجميع خلقه، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا المشرك ومشاحن. مشرك ان شاء الله ان ما احنا مشركين، والمشاحن والله ان بعضنا واحد ما يشاحن، اخذها من قصر يجي في خطرنا يا ابو ربيع. شوف انا يا ابو غازي، انا اعطيك اياها الصالي، اذا زعلت منك اعطيك اياها في وجهك، افرغ كل اللي جوا، ثم بعدين خلاص انساها من ساعتي. والله اني اقول صادق وانت تعرفني، والله انك انا والله ما في خاطري على حد شيء، وان كان في الخاطر شيء الله يسامح كل مسلم. الله يجزاك خير سعيد. وانت؟ انا والله الحين والله ما في قلبي على اي احد شيء، اللهم لك الحمد. وقبل شوي وش تقول؟ لا بس تقول انا عشان فوق الكاميرا يا سعيد. لا والله يقول تتنمر علي والحين ما في قلبي شيء وانا مسامح ولا جيت الله يعذب الوجه. استغفر الله يا ابو غازي، والله ما في قلبي على احد شيء، اللهم لك. شوف والله تبى الصدق، والله ابو المها والله من النوع، صح انه يصرها لك اسبوع اسبوعين وما يقول لك، ما يقول لك انت ليش اخطيت علي، ما يقول لك. بعد اسبوع اسبوعين يلقى عليك ثغره قال ليش؟ ثم جاب الاولى والثانيه. هذه مش كتب الماء ولا والله ما يحفظ شيء في صدره. لا والله لا ان شاء الله ابو مثل لون الحليب. والله ما اظن. وانت يا ابو خالد؟ بعد الكاميرا انا ابد ما يحتاج. احنا ما طلبنا خدمة الطيب. انت تسامح ولا ما؟ انا كلين اقول الله يسامح من اخوك. قلبك عامر في الايمان. ما شاء الله، الله يفتح على قلبك ان شاء الله. اللهم ويدرق عليك. شوي ازعل وكذا بس اني اقول الله يسامح. لا 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 ان شاء الله ما تتكرر. يجي لك في حفرتينها مترين. تصطك عليك وينزل التربان في وجهك وش تجي تكبر على الناس المسلمين ولا؟ احنا ما قلنا في الكبر شيء. وش دخل اخوك؟ وش دخل؟ انت تبي تكبر على العالم. يعني ما تسامح العالم، ما ترى العالم شيء، الكبر من ضمن اللي ما يسامح الناس بعد. احنا نبى السماح بس، ما نبى كبر ولا نبى صغر. احنا ما دخلنا بالكبر. سامحكم. فارقوني. انا يا ابو غازي انا صراحه اتعامل مع الاشخاص بتعاملين. الرجال اللي عزني واحبه واغليه الى جا بيني وبينه شيء جيته وعطيته اللي بخاطري كله. اما الرجال اللي ما يعني لي ولا اعني له صديت عنه وتركته. بس خاطرك حنا بخاطرك. والله الخاطر بيني وبينك يعني يوم اخذ يومين ثلاثه تقرقع بالقلب ثم تالي اسامح. لكن في واحد يا الربع جلست 3 سنوات ما سامحته. ثلاث سنوات والله العظيم، من يمر يوم عرفه واقول يا خالد انت كل سنه تسامح، ثم اسامح كل اللي اخطوا علي الا هو ادعي عليه. لا لا بعد 3 سنوات يا خالد الدنيا ما تسوى طالبينك يا ابو محمد. لا لان هذاك الرجال ظلمني عيانا بيان، ويوم شفت دعواتي تحققت سامحته. الله يجزاك. وسامحته الحين يا خالد؟ اي والله اني مسامح. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير بعد ما ظهرتها من قلبه. ثلاث سنوات. والله يا ابو غازي شوف انا ما احب ادعي على احد، ولكني لا زعلت على شخص اقفي يعني، يعني ما احب يعني ما عاد احب اقابله، ولكني ما ادعي عليه. بس يبقى بالخاطر هو ما يتكلم عن الدعاء. شوف هي تبقى بالخاطر بس هي ما هو بتوصل للدعاء. حتى اللي يوم غصك ونفس الموقف اللي سواه معي ودي انه يجيه ويتذكر الموقف اللي سواه معي عشان يعذب نقطع على سهيل. سهيل وش طيب ولا يدو بس الحين زعلته ينشف فيك انت تقول الله يعود لي زعل. انت قلت لي ليش قلتها وليش سويتها؟ اثبت وقر وعقر. يا غالي ليش كذا يا ابو غالي تسويها؟ لانه هو انا اعز الشخص هذا، فانت ليش تسوي زي كذا؟ فاحيانا ودي اطلع لك انا ابي تسامح كل اللي بخاطر كلاله. انا مسامحهم كلهم بس ودي اني مر عليهم نفس الموقف. كذا ما سامح. لا طبيك سامح. ان شاء الله مسامحين الكل. مره يا ابو مره ان شاء الله ما في الخاطر شيء. الله يوفقك يا الحفراوي. واصل تقدر والله تعفيني من السؤال هذا وعلى احبه خشب؟ ما نقدر نعفيك. ليش؟ انا والله اني ترى ما حقد على احد الا واحد، انا ماني بمسامح. استغفر الله. وبيحطون النصايب على قبري ما سامح. اعوذ بالله. تعوذ من الشيطان. ماني بمسامح والله ما سامح. على لا والله ما سامح. اسمع 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 يا الواصل اسمع. والله اسمع يا ربع يا طيبينك. اسمع اسمع ما بسامح. طيب اسمع ماني بمسامح. الدنيا ما تسوى. والله ما في شيء عادي الصدق، بس يمكن مبلغ 8634 ريال من سامح. هذا بالرقم روحت واخذها جهارا عيانا بيرن.
ترى اجعلها في ظهرك وانا في نحرك واجعلها ليوم القيامه معك. ولا راح ليش اخذ البطل بكره بعد شهر بعد شهر ولد ريجيل ومن ريجيل يا اخي خلاص كلامك عقاب الكلام اذا ربط والله لان اعطيتك كلمه ما عاد اغيرها ورب النعمه على فلوس ولا على غيره لكن يوم ربطت معك كلام بكره بعدين خلاص وصلت معي المرحله لاني باللي اقدر اشكي واثبت على شيء ولا عاد الا دون الحلوق الاليدي الا اني امسكه وهاوشي وادخل في دوامه ثانيه قلت راح الله يجعلها في ظهرك وانا في نحرك ليوم الحشر ويمكن الله رايدين بخير يمكنها دفعت بلا بكره يوم القيامه نحتاجها والقاها طيب فلا تجيني مثل الجلسه هذه وتقول سامح علي بالحرام ما سامح طيب لحظه الوقت علي بالحرام ما سامح طيب اسمع اسمع علي بالحرام ما سامح اسمع يا ابن الحرام الرجال متكلم يقول لك بسدد كل شيء لا انا شفت اذا لو انه من ضيق انا اعذر يا رجال افجوج الله يعني عنده فلوس لو طالب قال خصمني ولا عطنيها براس مالها بكره بعده ما يرد ورع يرد يقرا رساله في الواتساب ويطلع هذا الكلام تدري كم له؟ له الان سنه وتسع شهور والله ما سامح والله ما سامح تعوذ من الشيطان اسمع يا ابن الحلال اسمع 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 طب اطلب لي في خاطري فيش والله ما سامح 8634 ريال امسك ترى الله في السم الدنيا طيب وانت كان قصدك الفلوس وكم 8000 كم وجهي وبدل ما هي 8 ما ادري كم 10000 تجي في صرافتك كم الله سامح خلاص سامح 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 عشرة حلالي وانا سامحت لله خلاص والرجال هذا شيء سامحت لله ولا تبع العشرة كلها ابك تدري وفيك ايش المشكلة يلا يا شباب تعشوا بالعافية كثر الله خيرك يا خالد ويا زياد وموعدنا بعد العشاء موعدنا بعد العشاء شفت المغازي والله ناخذ الخمسه انا واللي معي وهم يعانون ليه الخمسه مطرفت لك وبارده مبرده شفت حتى خويي اللي بيلعب معي فناجيلهم مشروبك